كريان قابل 100 طلب، قالت بالالاف. ايش قد صار لك هسه بالالاف؟ ومعلاوي ثبتت الان من خلالك انت كشاهد انه قضيه البوق بالالاف. اعطوني خالد ياسين. ما اعرف خالد عند تعليم البنك المركزي في تصريف العمله تنص ان المسافرين خارج العراق يحق لهم التصريف بالسعر الرسمي مبلغ 2000 دولار، وعندما ذهبت انا وزوجتي للتصريف لدى شركة السهيل للصرافة الواقعة في شارع الرباعي أنطيتهم المستمسكات المطلوبة ودخل الموظف إلى الشركة، وبعد 5 دقائق خرج وقال لي وزوجتي أنتم صرفتم من قبل، علما أنا أول مرة أراجع ولم أستلم من قبل، واليوم الثاني ذهبت البنك المركزي لأقدم شكوى لمعرفة من سحب باسمي، تفاجأت بأن عدد كبير نفس حالتي، وكانت الشكوى عبارة عن استمارة تأخذ من الموظفة أم علي ونملاها ونرجعها وتقول نحن نتصل بكم، متى اعطوني اياها؟ خالد شلونك؟ نعم خالد شويه تحرك صوتك مو واضح، وطفيلي السبيكر واسمعني من التليفون. تحركي اي اسمعني من التليفون. اي خالد احكي لي هاي القصه مثيره، احكي لي اياها بالله. والله استاذ احنا بنسافر، اي احنا بنصرف بالصرافة، المستمسكات يردون الجوازات، يردون الفيزا والبطاقة الأمنية، الموافقة الأمنية انطيناهم إياها. راح الموظف للدخل بالشركة جاء قال أنت مستلم، اثنينكم مستلمين تصريف بالعملة بالسعر الرسمي 2000 دولار. احنا رحنا يوم 27/5، يا من المستلم باسمنا؟ قال أيه. والله ما ادري، يعني انا سجلناها على السيستم انتم مستلمين. قلت له هذا شنو الحل؟ قال تروحون للبنك المركزي. اي رحنا للبنك المركزي انطانا استماره ومليناها وقدمنا لهم اياه. أيه. قالوا احنا نتصل بك. يا هاي الاستماره سويتوها يا ام علاوي؟ شكوى. اي نعم. هاي انت سويت الاستماره؟ يا رقم الشيء ورحت تستلم، لقيت الجماعة مستلمين باسمك وباسم زوجتك. اي نعم. زين رديت على معلاوي، قلت له معلاوي يا يعني مستلم باسمي؟ قالت احنا ندقق ايه؟ السيستم ونعرف منو مستلم باسمكم. اها. ونخابركم. زين. ايه. دققت ايه؟ معلاوي. قلت له قلت لها سوينا واردة للشكوى، انطينا رقم الوارد عافية. أيه. حتى اعرف انا مقدم شكوى. اي قالت احنا ما بنعطي وارد. هاي معلاوي اللي تقول ما ياخذ العريض. اي العريضة ما ياخذونها وارد. ها ورا 20 يوم. أيه. ايضا رحت دا اشوف دققوا الحسابات من مستلم مكاني. وسويت عريضة جديدة، يعني كتبتها مو استمارة. أي. وقدمت لها قالت احنا ما نستلم عرايض، لان انت مقدم استمارة قبل، وهاي يا استمارة دققتوها. ام علاوي ايش تشتغل يا خالد؟ ام علاوي ايش تشتغل؟ نعم. شنو شغل ام علاوي بالبنك المركزي؟ موظفة بالاستعلامات. موظفة بالاستعلامات ما قبلت أن تأخذ الشكوى مالتك وارد حتى تثبت حقك، هذا مو؟ نعم. رجعت لها بعد 20 يوم، قلت لها معلاوي صار على الشكوى، قالت لك بعدنا ندقق. إيه قالت بعد ما ندقق لأنه طلبات هواية. أي. إيه قلت لها نقابل 100 طلب، قالت بالآلاف. إيش قد صار لك هسه بالآلاف؟ ومعلاوي ثبتت الآن من خلالك أنت كشاهد أن قضية البوق بالآلاف. أي 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 أنا قدمتها يوم 28/5. أي الشكوى. أي أي معلاوي ما يعني ردت صار لها 20. لا ما ردت، يعني صار لها أكثر من 20 يوم. أي هاي البارحة أيضا. أي. نعم. أي البارحة شنو؟ البارحة رحت وقدمت لها طلب جديد. أي. ما رضت تأخذ الطلب، والطلب حولت لك إياه على الواتساب. ماشي أم علاوي. قصيت لك إياه أم علاوي، أخذي لك فدوة أم علاوي، أنا أريد تليفونك حتى تطلعين وياي تثبتين ما قلتي للسيد خالد، مو
انه انتم عندكم هاي السرقات بالالاف، لانه انا واصلتني معلومه هنالك عصابات منظمه بين الرافدين وبين البنك المركزي للسرقه. اريد اسال سؤال يا البنك المركزي، مكتب حمايه الجمهور ليش ما مفعل؟ ليش هاي القضايا انسكت عليه؟ قد باقي فلوس خلال هاي عمليات التحويل؟ ومن ثم ليش ما تثبتين شكوى رسميه لهذا المواطن؟ هذا باكر يطلع وياه يطلع ويا غيري. سيد محافظ البنك المركزي، المفروض السيستم يقول خالد ومرته مقدمين وقال لهم روحوا استلموا، رايحين مستلمين باسم خالد ومرته. يمن هاي اقسى من الامانات الضريبيه. عمي بهاي الثلاث اشهر طلعت مليارات، اكثر من مليارات نور، اكثر من مليارات الولد طان باقت. هاي اذا يتم التحقيق بها نص الموازنه يطلع العجز مالتها، بدل ما نورد قروض نفسنا بالقروض. يا سيد محافظ البنك المركزي العزيز، يا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه، يا مكتب الرئيس، ذني بس يتحقق بهن. وسألونا معلاوي ليش ما تقبل تاخذ وارد؟ يا سيد علي العلاق، ام علي، ليش ما تقبل تثبت شكاوى المواطنين على انهم نهبوا دا ياخذون فلوس باسمائهم ويطلعون بيهم؟ مو هاي صارت جيفه؟ مو هاي صارت عيب؟ ام علاوي اروح لك فدوه، ام علاوي ليش ما تاخذين شكوى مع اللاوي؟ زين، ومن 28/5 اللي جاي، عمي هذا سيستم يسمونه، يعني تدوس دقمه ها راسا يقول لك محمد اخذ مكان خالد. انتوا شنو عبالكم ينضمن؟ عبالكم تنفذون؟ وحق كل حرف بالقران، نسوان وزلم اللي تجاوزتوا وطاولتوا على مال العراقيين لا تبقون مصاليخ، والله لا تبقون مصاريخ. حوبتكم حوبة هذا الشعب، ها لا تخلي روسكم بالحائط، تخلي روسكم بالحائط.